كبيدات شحيمات كديري لاباس عليكم؟ كديرين مع صحيحة؟ كديرين مع الحال؟ كديرين مع الأحوال؟ هانيين بدا يسخن الحال. ما كنقدرش نشوف الشوموش. أنا دابايا إن شاء الله بحول الله بغيت نصبح عليكم. غدا ندير واحد سوبرا الوغو، واحد الكليان عيطوا ليا على البارح، قالت لي اجي عندنا باش تشوفي. هما شركة على ما كنظن، لأن ما فسرتش ليا الصراحة مزيان. هضرات معايا غير بالزربة هكا، قالت لي غدا. قلت لها واخا، خاصك دائما تكوني حاضرة واجدة. الكليان هما الأولين، هادشي اللي كاين، هادي هي الخدمة، هذا ما كان الزيونات دياولي. وخليكم معايا إن شاء الله بحول الله، ملي نمشي ولا قدرت كيفاش نصور لكم غادي نصور لكم كل شيء. شوف شنو هزة معايا. دائما أي حاجة كتتعلق بالخدمة، إيوا اش غدير؟ الحمد لله ونشكروه، اللهم لك الحمد. ناسا شي حاجة، أنا هزة هزة البرودويات، هزة. إيوا لا إله إلا الله. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كدايرين مع الصحيحة؟ كدايرين مع الحال؟ إيوا راه الجو واخا مرة غيم مرة كيسميتو، الجو زوين، الجو سخيخن نيت زعما الصراحة. إيوا الحمد لله على كل حال. ياك هانيين البنات، ياك زاكيين، ياك كلشي بخير، كلشي هاني. ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. كنبغيكم وكنموت عليكم. شكرا بزاف 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 على الناس اللي دخلوا عندي جداد، كنشكرهم وكنقول لهم مرحبا بكم، مرحبا بكم عند إيطاف إيطاليا. وإن شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم، وإن شاء الله قناتي تكون كتعجبكم وغادي تعجبكم. وإن شاء الله بكم غادي نزيد القدام، وبالدعم ديالكم وبالتشجيعات ديالكم غادي نزيد إن شاء الله القدام، وغادي نستمر في هذه القناة هذه ونعطيكم أكثر فأكثر. وأي حاجة ما غاديش نبخل عليكم بها، من طبيعة الحال أي حاجة أنا عارفها وثيقة فيها غادي نقدمها لكم. ما عندنا ما نديرو بتخرشيش، ما عندنا ما نديرو بكذوب، ما عندنا. هذه القناة هذه قناة معقولة، هذه القناة فيها كل شيء، فيها الضحك، فيها النشاط، فيها الدار، فيها الخدمة، فيها الأولاد، فيها أي حاجة، أي شيء متنوعة متنوعة. كنمثل وكيحصل لي الشرف أنني نمثل الأم المغربية اللي كتعيش في أوروبا، وكنشارككم غير واحد شوية من داك النهار كامل شنو كندوز فيه. نتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم حبوباتي، كنموت عليكم وكنبغيكم كاملين بدون استثناء. وهذه راها داركم وقناتكم، وبكم إن شاء الله غادي تكبر هذه القناة وهذه العائلة. خليكم معايا، نمشيو عاوتاني عند الكليان نشوفوا شنو باغي. وصلت هنايا كنتسنى السيدة باش توريني شنو هي. اوفيتشينا بحال شي ميكانيك، غنشوفهم شنو خاصهم. سخفت بعدا باش وصلت ليهم. شحال وانا كندور، هو راه غير حدايا وانا كندور. هادشي اللي كاين دابا غادي نشوف، يعني غيكونوا ضروري غيكونوا مكاتب، غيكونوا حاشاكم لي طواليت، غيكونوا فين كيبدلوا، هادشي اللي خصهم يكون. المهم نشوف الروينه اللي عندهم، نعاود الا قدرت نعاود نصور لكم. مول الموت ديال الصاد، والحالة عندهم مسخة راكم عارفين. اوفيتشينا حتى هادي دارت ليها، عرفتي كنتسنى غير وقتاش نخرج. ديك الريحة ديال
ديال راكم عارفين الرموكات وداك الشيء راه اوفيتينه يعني كبيره. دخلت ليها راكم شفتوا، راه غادي تشوفوا الصور، تشوفوا داك الشيء كيفاش داير الحاله. ولكن هذه هي خدمتنا، ما باليد حيله، وهذا الشيء اللي كاين حبوباتي. وشاركت معكم النهار ديال خاص بالخدمه. كانت الاول مره ومشيتي بونتوالي، مشيتي في الرونديفو في الوقت، وكتحترمي الوقت ديالك وتسمعي الكليان ديالك اشنو باغيين وشنو خاصهم وشنو ما خاصهم. جا هذيك اون كوزا زعما مولتو ما مولتو امبورطانتي، يعني شي حاجه اللي هي مهمه بزاف. ومن طبيعه الحال عاد من بعد كتوريهم الخدمه ديالك وكتوريهم لا ديسپونيبيليتي ديالك من بعد. ومن طبيعه الحال ديك الساعات عاد حتى الكليان كيعجبهم الخدمه ديالك وكيعجبهم يعني احترام الوقت واحترام الخدمه ديالك وبزاف ديال الحوايج. ومن طبيعه الحال الا بغاو كيديروا معك كونطرا وكيقولوا لك اجي تبقاي تخدمي لنا. اللهم انتيا ديجا عرفتي المحل، ديجا عرفتي الشركه ديالنا، ديجا عرفتي يعني حنايا شنو باغيين وهذا وهذا، يعني عرفتي المسائل اللي انا اللي حنا محتاجين، وكيديروا معك كونطرا يعني ساهل ماهل. من طبيعه الحال خصك تخدمي وخصك تبيني لهم حنت يديك، ماشي غير تجي وتاخذي البوست غير هكاك. يعني البنات او الاولاد الرجال المعقول كيعيش الوقت والكلمه والمعقول كيعطيك واحد الصوره مزيانه للناس الاخرين. هادشي اللي كاين حبوباتي. دابا غادي نقبل الطريق ديالي، بغيت نمشي نشرب قهوه. ما نكذبش عليكم البنات، والله الا حبست وشربت قهوه غادي نتلاقى معكم من بعد. يلا حبوباتي دابا ضروري خصني ندير نافيغاتوري باش نرجع للدار، لان واحد البلاصه اللي عمرني ما جيت ليها الصراحه. ومن بعد ان شاء الله ولا تفاهمنا احنا وياهم على النهار وكل شيء، من طبيعه الحال غادي نوريها لكم ونقول لكم هانتوما عقلتوا عليها كي كانت وهانتوما شوفوها كيف ولات. عندهم بزاف 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 بزاف، بخصوص ديك الكوزينه هي بيضاء ولا هي ما غتبان لكمش مزيان فسميتو، ولكن الا مشيتو حتى حليتو دوك البلاكارات ديال الكوزينه راه ما غنقول لكمش كيفاش دايره، راكم عارفين يعني لا ميكانيك وداك اللي الكراسو ديال الميكانيك داك اللي دام كيف كنقولوا حنايا كيقبطوا يديهم هنا وهنا وهنا ورامين حوايجهم ولي طواليت حالتهم لا اله الا الله. يلا حبوباتي نشوفوا. حبوباتي جيت للدار من بعد ملي قطعت معاكم، كان خاصني شويه ديال الخبز. المهم تقهوه ما شربتهاش اصلا، مشيت تقديت داكشي اللي خاصني وجيت للدار نيشان كنوجد دابا في الغدا. قلت خاصني ضروري نسلم على البنات ونقول لهم باي باي، نقول لهم شكرا ونقول لهم الله يسهل عليكم كاملين، والله يوفق كل واحد في العمل ديالو ولا في البيت ديالو في الحياه ديالو عامه. المهم جيت للدار كنت باغا الصراحه كنت باغا ندير واحد شويه هكا ديال نشوي زعما هنايا في الجرده عندي لتحت، ولكن ملي تفكرت قلت انا ما كنقدرش نشعل العود ولا الفاخر كيف ما بغى يكون نوعه، ما كنقدرش نشعلهم. علاش؟ لانني فيا الحساسيه، والا مشيت تشعلت وما قربت ليهم كان بقى بالثلاث ايام وبالاربع ايام ما كنقدرش نتنفس. الورا تفاديت كل شيء وعاودت شديت كاع البروغرام كامل، بدلت كل شيء وشديتهم دخلت كل شيء. المهم كنت كان غنشوي شويه ديال الدجاج مع شويه الكوتلات هكا يا زعما، ونجلس انا وليداتي في الجردان نفوجوا شويه هكا بما ان بنادم ديما الدار وما كاين لا فين يمشي ولا فين يجي. المهم ما عليناش، غنوريكم شنو وجدت وغادي نسلم عليكم من هنا وغنقول لكم شكرا بزاف البنات، الله يخليكم ليا والله يسهل عليكم كاملين كاملين كاملين، وكاع اللي كيحيد الوقت من وقته وكيدخل وكيتابعني وكيتبع لي القناه ديالي وكيشجعني، شكرا لكم بزاف بزاف والله يسهل عليكم كاملين. البنات هنايا درت هاد سميتهم الكوتليطات مع البصله والطاطا، وهنايا بنتي ما كتاكلش ليا ما عندهاش مع اللحم، جبت لها غير فخيطات ديال الدجاج حتى هما يتشواو صافي. وهنايا درت هاد الشلاضه، هادي كتجي زوينه بزاف. كنسلق الروز وكنزيد عليه هاد الشلاضه هكايا، هذا مطيشه هادي صغيوره ولا اللي كان، والطون والمايس ممكن تقطعوا على حتى الفرماج موتزاريلا كتفننوا فيها كيف ما بغيتوا، وكتجي زوينه وكتجي مبرده وصالحه لهاد الوقيته هادي. مهم كاينين شليدات بزاف، ان شاء الله ملي نكون جالسه في الدار ما عندي حتى شي حاجه ما نقضي، يعني ما عنديش خدمه ولا شي حاجه نشارك معكم شي حاجه علاش لا. وهنا درت واحد زعلوك ما هو زعلوك مهم زعلك
ها هو يا درتو بالدنجال وبقريعه صافي. هادشي اللي كاين البنات، شويه ديال زعلوك وشويه ديال شلاضه وشويه ديال الكوتليت مع البطاطا في الفران وبصيله وفخيدات ديال الدجاج البنتي، وصافي والله يجعل البركه وسمحوا ليا وبصحتكم وراحتكم، وشكرا لكم بزاف. وهنايا غادي نودعكم وغادي نقول لكم دائما تهلاو فراسكم، وشكرا شكرا لكم بزاف، وكنموت عليكم كنحماق عليكم. باي باي عليكم.